بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة النساء، الدرس 23. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نواصل الكلام في تفسير قوله تعالى في آخر الآية: بعضكم من بعض. ثم قال جل وعلا، وهذا في موضوع نكاح الحر للأمة، ثم قال تعالى: فانكحوهن بإذن أهلهن. انكحوهن أي تزوجوهن واعقدوا عليهن بإذن أهلهن، أي بإذن سيد الأمة، فهو وليها وهو الذي يعقد لها. وهذا فيه الشرط الثالث، وهو اشتراط الولي في نكاح الأمة، ووليها هو سيدها. ثم قال جل وعلا: وآتوهن أجورهن، أي أعطوهن مهورهن، لأن المهر حق للمرأة المتزوجة سواء كانت حرة أو أمة. ونص سبحانه وتعالى على ذلك وكرره، مع أنه سبق ذكره لئلا يتهاون في مهور الإماء بحكم أنهن إماء ضعيفات. وآتوهن أجورهن بالمعروف، أي بالمتعارف عليه، من غير إفراط ولا تفريط، من غير مغالاة في المهر، ومن غير تنقيص لحق المتزوجة. آتوهن أجورهن بالمعروف. ثم قال جل وعلا: محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان. هذا شرط رابع في تزوج الحر للأمة، وهو أن تكون عفيفة عن الزنا، نزيهة في عرضها. محصنات يعني عفيفات، غير مسافحات ولا متخذات أخدان. المسافحات اللاتي يزنين زنا ظاهرا وعلانية، مسافحات. ولا متخذات أخدان أي أصحاب، وهن اللاتي يزنين زنا خفيا. فنهى سبحانه عن تزوج الأمة الزانية، سواء كان زناها ظاهرا أو باطنا، غير مسافحات ولا متخذات أخدان. ثم قال جل وعلا: فإذا أحصن، أي الإماء، بمعنى تزوجنا، صرنا مزوجات. فإن أتينا بفاحشة، أي بزنا بعد تزوجها، فإنها أصبحت محصنة، ويجب عليها الحد إذا زنت، لكنه على النصف من حد الحرة. والذي علمناه من حد الحرة في الزنا هو 100 جلدة، كما قال تعالى في سورة النور: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. هذا في الزاني غير المحصن، وهو البكر، وهو البكر. وأما الثيب من الأحرار إذا زنى فإنه يرجم بالحجارة حتى يموت. والله جل وعلا هنا نص على أن المحصنة من الإماء ليست كالمحصنة من الحرائر، فالمحصنة من الحرائر ترجم،
وأما المحصنة من الإماء فإنها تجلد نصف الحد الذي ذكره الله في القرآن وهو 100 جلدة، فيكون حظها 50 جلدة على النصف. فالأمة لا يختلف حدها سواء كانت بكرا أو ثيبا، لا يختلف كما يختلف ذلك في الحرة، وإنما تجلد نصف جلد الحرة البكر. فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات، يعني الحرائر من العذاب، وهو الحد. سمى الحد عذابا لأنه يؤلم الإنسان ويهينه. ثم نبه على الشرط الخامس فقال جل وعلا: ذلك لمن خشي العنة منكم، أي أنه لا يجوز للحر أن يتزوج المملوكة إلا بشرط أن يخاف على نفسه من الوقوع في الزنا، لأن تكون عنده شهوة عارمة، ويخشى إن لم يتزوج أن تغلبه فيقع في الحرام، فإنه يتزوج الأمة، ويكون ذلك من ارتكاب أخف الضررين لدفع أعلاهما. ذلك لمن خشي العنة، والعنة المراد به التعب والمشقة. ومفهوم هذا أن من لا يخاف على نفسه من الوقوع في الزنا فإنه لا يجوز له أن يتزوج المملوكة، لما يفضي إليه ذلك من استرقاق أولادها. ثم إنه سبحانه مع هذه الشروط الثقيلة في تزوج الأحرار من المملوكات قال: وأن تصبروا خير لكم، أي أن تصبروا على العنة والمشقة خير لكم من أن تتزوجوا الإماء المملوكات، لما يترتب على ذلك من استرقاق أولادكم منهن، لأن الولد تبع لأمه حرية ورقة. ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة. بالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد.